محرفة، محرفة يعني الكلام اللي موجود بها باطل. ممكن تعطيني نص من القرآن يقول التوراة والإنجيل محرفة؟ تفضل. لا، ماكو ما نص. اقدر اقول لك اياها مثل ما تريدها انت. لا، اعطيني أي نص يشير أنه هذه التوراة محرفة وهذا الإنجيل محرف. اعطيني أي نص. يعني اعطيك نص هسه، مثلا مو نص وانما آية تبين انه اني لازم اعتمد على الكتاب البيدي. هيك اقدر اخدمك، بغيرها ما اقدر اخدمك. دق المي وهي مي. عمر باوع، كتب سماوية هاي يصير حبيبي انت. هسه اني احكي فرد موضوع على الاسلام بدون دليل؟ ما يصير. ليش؟ لانه ايه انا رجال اعتمد على الدليل والبرهان. انت اتهمت التوراة والانجيل محرفة، مفروض تجيب شنو هسه؟ تجيب الدليل. اعطيني دليل من القرآن يقول التوراة هذه محرفة وهذا الانجيل محرف. باي لغة انت، باي لهجة، باي طريقة يقدمها القرآن؟ تفضل اعطيني. أين القرآن ذكر محرف التوراة والإنجيل بالتحريف؟ تفضل. هسه اللي تريده انت، انا اقدر اخدمك بيه بشغله أنا ما مهمه أريد، جدا. أنت قلت التوراة والإنجيل محرفة، أنا أريد أعرف أنت على أي أساس اعتمدت من القرآن الذي قال التوراة والإنجيل محرفة؟ وين القرآن قال أنه هذه التوراة هي محرفة وهذا الإنجيل محرف؟ أين؟ عمر على مود ما تعبك؟ ايه عموري على مود ما تعبك ايه لو تدور القرآن من الجلدة للجلدة ما تلقى نص واحد يقول التوراة محرفة والإنجيل محرفة، حتى ما تعبك بعد. خوش وصلت. أستا تريدها محرفة بالاسم؟ أنت بلسانك قلت لي الكتاب المقدس ايه اللي هو التوراة والإنجيل محرف. أنا لفقت تحرف عليك، أنا جبت شيء من تحرف. عندي، أعطيني تحرف دليل. تحرف. شلون اتحرف؟ انت لا كنت اله نايم الا الله. ونزل دا عليك اقول لك ابراهيم يا قال لك حبيبي، محرفه. دا انا اقول لك شغله مهمه. حلو، قل شلون لي هسه فهمني انت دفتهمني؟ انت فهمني. هسه مو تدور لي على كلمه محرفه بكتاب 100 يعني 114 ايه تريدنا اطلع لك اياها. من كتبت هيك اخي انت؟ هسه مثل الواحد تجي له تقول للنساء تنضرب، اضربوهن، عباله صفق. الضربه مو عموري معناها صفق. عموري عموري مثلا هاي مثلا دا. عموري خلي اعطيك مثال على مود توصل لك الفكره. لا يصير إله إلا اني الله. اسمعني، يصير اني يعني مخلي ما يعني ما اخليك انت بالمثال على مود لا تقول حيدر ده يوجه اساءه. يصير إيه اني اشوف وحده لابسه قصير تمام، واروح اذب عليها إيه دعايه اقول انه هذه البنيه عاهره. يجيني عمر يقول لي حيدر على اي اساس انت قلت عاهره؟ انا اقول لك لانه لابسه قصير. هل هذا كلام من عندي يعتبر ذكاء ام يعتبر غباء؟ ذكاء. يعني انا اذا اشوف وحده قصير لابسه مثلا لابسه تنوره وشويه من رجلها مبين تمام، يصير ايه انا من يمي اجي اقول عليها عاهره بدون دليل لا طبعا، لانه لا انا طبعا شفتها قصير؟ هذا ذكاء من عندي لو غباء؟ ذكاء، لان انت ما جبت يعني ما حكيت هيك شيء، ما حكيت. اذا اني طعنت وحكيت وقلت عاهره عموري طبعا غباء. عموري ايه يعني اذا ها انا قلت عليها عاهره بدون دليل يعني غباء مو؟ اكيد اشكرك بدون عمر، دليل. ايه تحياتي بدون لك. دليل. مرت الاخ ما اريدك تطعن بالتوراة والانجيل بدون دليل لان هذا يكون لا غباء. اله الا الله. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. لا اله الا الله. اخي انا ما طعنت لك، افتهمني، انا بدي اقول لك تحرفن. انت الكتاب قال هيك وين قال الكتاب تحرفن. تحرفن؟ وين وين ايه وين اين قال تحرفن الكتاب؟ اخي. انت هسه انت مجتهد بهوايه اشياء تتعلق ببني اسرائيل، مو وداق هنا نجمة داوود. عمي يعني انت متعمق بيه. انا رجال كيولي، اعتبرني كيولي. لا حشاك، لا لا اشكي الكيولي ما الكيولي، يتناقش، الكيولي انسان. الكيولي ما يحكي، ليش ما يتناقش؟ لا انسان. ما انت يحكي هيك، ما يحكي هيك لا لا الكيولي. لا اسمعني هسه انا شرد من عندك. عوف الانميا وما اعرف شنو هاي السوالف تعبان. عوف، انت قلت لي محرف، انا قلت لك جيب دليل، انت ما جبت لي دليل. انا ضربت لك مثل قلت لك اذا اتهم البنيه هذا غباء لو ذكاء، انت قلت لي غباء. فانت هذا الغباء انت رديت على نفسك، يعني انت قلت على نفسك انت غبي. ما انا ما قلت لك. ليش؟ لانه انت جبت كلام طعنت بالكتاب المقدس اللي هو الانجيل والتوراه بدون دليل. فنشكر